بقول لك ايه يا كوتش؟ المهم يا كوتش، عايزه اسال الكرش ده، نفسي ابقى كيرفي. انتي كيرفي؟ طب تمام، مفيش مشكله يا حاج، تعالي طيب اتفرجي على الفيديو وان شاء الله هتستفادي. ان شاء الله يا رب يخش عنك المرض. سؤال بس يا حاج، معلش، هو معلش ايه الصينيه اللي في ايدك دي؟ ها؟ دي صينيه بسبوسه. بص، معقوله خفيفه خالص، يعني بشويه سمنه صغيرين، انيميشن جميل، تاخد تشم يا اخويا. لا لا لا، متشكرين. تسلمي يا حاج، ربنا يخليكي. يعني انا اي حاجه امي بتعملها وبتقول لي خفيفه وظريفه بيطلع وراها مصايب بصراحه. ماشي يا حاج، طب اتفضلي. السلام عليكم، ازيكم شباب، واهلا بيكم في فيديو النهارده. فيديو النهارده هتكلم عن اهم 3 حاجات تعملهم علشان تبقى على الطريق الصحيح بتاعك في الدايت، سواء كان الهدف بتاعك ان انت تزيد في الوزن وتبني عضلات، او تخس وتنزل البادي فات. بس قبل ما نخش في الديتيلز بتاعت الفيديو، حابب اوجه كلمه شكر ليكم جدا يا جماعه لكل الدعم والسبورت، شكرا من قلبي. واوجه كلمه تانية للناس اللي لسه ما اشتركتش، يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك نوتيفيكيشن بكل الفيديوهات اللي جايه. ان شاء الله القناه دي هتبقى مليانه كونتنت وكل الناس هتستفاد بيها باذن الله. قبل ما نبتدي في الفيديو بتاع النهارده، لازم تبقى عارف يعني ايه سعرات حراريه او كالوريز. السعرات الحراريه او الكالوريز هي اي حاجه بتجات كونسيومد، او اي حاجه انت بتاكلها على مدار اليوم، بتاكلها او بتشرب. السعرات الحراريه يا جماعه بتنقسم الى 3 ماكرو نيوترينز، 3 حاجات اساسيه. اول حاجه البروتينات، الكربوهيدرات، والدهون. لازم تبقى عارف كويس جدا ان الجرام الواحد من البروتين بيعادله 4 سعر حراري. يعني لو اكلت حته فرخه وزنها جرام، بيعادلها 4 سعر حراري. كذلك لو اكلت جرام واحد كربوهيدرات او نشويات، جرام واحد بيعادله 4 سعر حراري. خد التقيله بقى، لو اكلت جرام دهون، جرام نقطه دهنه، جرام بيعادلها 9 سعر حراري. عشان كده احنا بنتوخى الحظ جامد جدا الدهون عشان السعرات الحراريه بتاعتها. خطوة رقم 1 وهي ان انت تعرف كمية السعرات الحرارية اللي جسمك محتاجها قد ايه على مدار اليوم. موضوع بسيط جدا، هسيب لكم لينك في الديسكربشن لكالكوليتر اسمها TDEE، Total Daily Energy Expenditure. ببساطة شديدة بتطلب منك كمية معلومات عن جسمك، يعني وزنك وسنك وطولك. بعد ما بياخد منك المعلومات دي بيقول لك والله يا معلم انت تقريبا محتاج X amount of calories في اليوم، يعني انت في اليوم بتاعك انت محتاج كمية سعرات حرارية كذا. للتسهيل هنفترض ان هي 1000 سعر حراري، تمام كده؟ يبقى انت كده جسمك محتاج 1000 سعر حراري علشان تفضل في نفس الوزن اللي انت فيه. بعد كده بقى الخطوه اللي جايه للكوتشز بيعملوها، بيشوفك انت هدفك ايه؟ هل انت عايز تزيد في الوزن وتبني عضلات، ولا عايز تخس وتنشف؟ وبناء على ذلك بيزود او ينقص في الكالوريز اللي طالعه لك من التي بي اي اي كالكوليتر. فور اكزامبل، لو انا مثلا عايز اخس، هطرح من السعرات الحراريه طالعه لي 500 سعر حراري، لو عايز ازيد هزود عليهم 500 سعر حراري. ليه 500 بالذات للناس اللي حابه تعرف؟ عشان 500 سعر حراري عجز في اليوم لو ضربناهم ب7 على مدار الاسبوع، ده بيديني 3500 سعر حراري. لو قسمناهم على 9، عشان احنا عارفين ان جرام الدهون ب 9 كالوريز، في الاخر خالص هتلاقي نفسك بتخس 1 باوند بير ويك، اللي هو بما يعادل 220 جرام او 300 جرام. قلنا ان في 1000 سعر حراري علشان نحافظ على الوزن بتاعنا، هنطرح منهم 500، يبقى ده 500 سعر حراري اللي انت المفروض تاكلهم على مدار اليوم علشان تخس. تنقسم لثلاث حاجات: الدهون، الكربوهيدرات، والبروتين. في سبليت بقى شهيره جدا اسمها ال 40 30 30، 40 30 30. يعني ايه؟ يعني 40% من كميه الكالوريز اللي انت المفروض تاكلها هتبقى جايه لك من البروتينات، 30% من الدهون، و30% من الكربوهيدرات. ببساطه شديده، 500 كالوري اللي طلعوا لك دول اضربهم مره في 4 من 10، مره 3 من 10، مره 3 من 10، مش هتعرف كميه الكالوريز اللي انت المفروض تاكلها من البروتينات والكربوهيدرات والفاتس قد ايه على مدار اليوم. افتكروا اول حاجه ابتدينا بيها ان الجرام بروتينات ب4، الجرام دهون ب9، والجرام نشويات ب4. فهنبتدي نقسم كل واحده منهم على حده علشان نعرف كميه الجرامات قد ايه. هو رقم 2، وهو ان انت لازم تشتري ميزان ديجيتال علشان اي حاجه انت هتاكلها لازم هتوزنها الاول. خطوه رقم 3، وهي ان انت لازم تنزل اي تطبيق لحساب السعرات الحراريه، او علشان تكيب تراكنج السعرات الحراريه throughout the day. عندك 500 برنامج افضلهم يعتبر ماي فيتنس بال. ماي فيتنس بال ده وظيفته بيقول لك انت لو كلت ايه هيدي لك كام كالوريز او كام سعر حراري في اليوم. يعني مثلا انا هاكل 100 جرام صدور فراخ، هيقول لي ال 100 جرام صدور فراخ دول فيهم كذا كالوري، فيهم قد كذا بروتينات وكربوهيدرات وفات، بحيث ان انت تبقى شايف
في عينك انت فين على مدار اليوم من التارجت اليومي. طبعا الناس كلها فصلت، عشان كده انا هعمل ريكاب لكل الحاجات اللي انا قلتها. اول خطوه ان انت تعرف كميه السعرات الحراريه اللي جسمك عايزها على مدار اليوم قد ايه. تاني حاجه ان انت لازم يبقى عندك ميزان علشان توزن اي اكل انت هتاكله. تالت حاجه لازم تنزل تطبيق علشان تحسب كميه السعرات الحراريه او عشان تشوف السعرات الحراريه على مدار اليوم. كده شباب نكون وصلنا لاخر حلقه النهارده. ما تنسوش لو استفدتوا اي حاجه يا ريت تدوني ثامز اب، وفي نفس الوقت سبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفني، وتدوس على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا على كده.